ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. هلو برادرات، وهاد نملتنا المجروحة، وهذا اللي خبرتكم عنها، حاولت إياها تحفظ بيتها وعيالها لكنها مي راضية، مسكينة مكسورة. شوفوها شوفوها قلبها مجروح، عاشت الضيم والمعاناة. وش فيكم ما تردون؟ المهم أبيك توديني بيت عمك لأن مرخصين اليوم. الحين أخلص اللي في إيدي وبيجيك دارك. وش فيك الساس روحك؟ وين أخوك؟ ما فيني شي أبوي، بس لأن أخوي سمير قاعد يصور بث وما يباني أطلع أي صوت. وين هو هالفاضي؟ أخي منير خربت اللايف، اسكت شوي. ولا تنسون تضغطون اللايك وتنشرونها. معاكم سمير برادر. يلا برادرز. سمير وش يسوي تحت السرير؟ كنت اصور حلقة مهمة. ها حلقة النملة المطلقة؟ لو العنكبوت الكئيب. ايه من قدي ابوي طابعني ويطالع قناتي. ابوي هذه قصة النملة المطلقة، قصة العنكبوت خلاص وصل لفوق الكبد، بس وقفت حاليا مؤقتا. بس يكمن هالهرار. لكن وش اقول، الشرح على اللي عاطينك وجه. المهم جهز روحك عشان نروح حق عمك. ابوي انت ومنير الخير والبركة فيكم، روحوا اليه وسلموا عليه بعد، لان انا بعد مشغول وعندي شغل واجد قال شي على راسي. قلت لك تجي ويانا وخل عنك هالهرار، وعمك اولى. ان شاء الله ابوي، ان شاء الله ان شاء الله وياكم. اجر وعافيه يا عمي، ما عليك شر ان شاء الله. ولا عليك شر عمي. الحمد لله يا اخوك، جت على كذي ازمه وتعدي ان شاء الله. الحمد لله على كل حال، الله يسمع منك. حي الله عمي العزيز، تو منور البيت. منور باهله يا عمي. الله يحييك يا ابن عمي. وش اخبارك يا الجامعه؟ هذا الفصل بتخرج ان شاء الله. يلا هانت هانت، موفق ان شاء الله. شوف عمي هذا اكبر عيالك، ان شاء الله بيتخرج وبيرفع راسك بالشهاده، وبعدين بيجي بيقول لك عرسني. الله يبلغني فيه واشوف عياله ان شاء الله. ان شاء الله يا اخوي بتبلغ فيه وبتعرس اولاده بعد. ثانك يو برادر. قدها وقدود، طول عمره رجل المهمات الصعبة. ولا تحاتي يا أخوي، أهم شي الراحة النفسية في العلاج. اقنعي يا عمي، دائما حاتي هالمرض. يلا عمك شد همتك، مشتاقين لضحكاتك. دعواتكم وأقوم ليكم بالسلامة.
نور قلبي عمكم الله يعينه. طبيعي يا ابوي يتعب، غسيل كله يدوخ، الله يكون في عونه. صدق بالفتره هذه عمكم تعبان ويحتاج من يوقف وياه، وما بنقصر ان شاء الله وياه. صح سمير؟ عوضنا على الله على هالسمير هذا، وجوده وعدم وجوده واحد. افا يا ابوي افا، ما هكذا التفاهم. الحين سمعت، لان الكلام عليك، اللي يبي يسمعه يسمعه، واللي ما يبي يسمعه صمم بكمون. لو فيك خير زين كان سلمت على عمك وقعدت وياه واسيته. الله يسامحك يا ابوي، هذا العالم عالم المستقبلي، وان شاء الله برفع راسك وبتشوف وبتشوف ولك البرذر ملك، ملك الجيمرز واليوتيوبرز. لا جيمر ولا قشطة، احنا نبغاك ويانا. اي والله يا اخوك، العالم الرقمي سلاح ذو حدين، اذا استخدمته في شيء مفيد راح يفيدك. تحكى فيلسوف زمانه، اقول انتبه للشارع واكرمنا بسكوتك. سمير وش هالاسلوب؟ شلون تكلم اخوك بهالطريقة؟ بس انا اكبر منه بدقيقتين وثلاث ثواني، ولازم تحترم اخوك الكبير البرذر. ما عليك يا ابوي، متعود على الاكشن وياه في البيت. وش قال اكبر منه؟ العمر بالعقل مو بالساعات والدقايق. الله يهديك يا ولدي، الله يهديك، صير مثل اخوك، شوف ايش حلاوته، هادئ. بسك ابوي بسك، لا تنفخه، لا ينبط. وش عشان الليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. طيب الله أنفاسكم، ما شاء الله الكل ممتاز في القراءة. تتوقعون شنو بتكون فعاليتنا الأسبوع الجاي؟ تنظيف الساحل. لا، النشاط الرياضي بعد. لا أكيد الزيارات الاجتماعية. قربت. وش قلت لكم؟ أنا صح. احنا قلنا قربت بس مو التوقع الصحيح هذا. المهم الأسبوع الجاي بتكون فعاليتنا في الجمعية الخيرية. نفس كلامي أستاذ منير. شاطر يا أحمد، إن شاء الله نلتقي في العمل الخيري، واللي حاب يحضر حياه. إن شاء الله. هلو برادرات، اليوم جايينكم ويانا احلى انسان واغلى انسان، الوالدة يوم سمير. يوم سمير ايش تعطين كلمة للمتابعين يوم سمير؟ وهاد نملتنا المجروحة، وهاد اللي خبرتكم عنها، حاولت اياها تحفظ بيتها وعيالها، لكنها مي راضية، مسكينة مكسورة، قلبها مجروح، عاشت الضيم والمعاناة. خوش حلقة برادر، عشر مرات اعيدها واضحك اموت من الضحك. نار نار، واقوى لايك لك يا برادر. بلاوي يعجبكم، انا لو بس اراويكم الشير اللي في انستغرام يفتر راسكم. احلف كم اول تدفعون كم؟ احلى ايس كريم ابو ربيتين على حسابي. ابو ربيتين بس سقلت والليله على حسابي العشاء. اوكي اوكي براويكم، بس سيطر على اعصابكم. هلا بوي. يس هذا انت البرادر. ان شاء الله هالاسبوع اوصل للتوب 5 مليون. مو بس كلام. ابغيكم تروجون لي من اليوم. مو بس كلام. لا تخاف، عندي لك خطه جهنميه بتوصل للتوب. اي شدوا الهمه، مو بس كلام. مو بس كلام. لا لا انا اتكلم عن جد، مو غشمره. اعتبره صار برادر، وبتوصل الى 10 مليون. اكسكيوز مي. اهلا وسهلا، جهزت شعار الجمعيه؟ اي باقي بس خفايف وهذا شبه نهائي. ممتاز ممتاز. طلع عليه الرئيس اليوم؟ راح اعطيه اللجنه. تمام تمام. شوف التصميم اللي طرشته لك اللي فوق.
ليش تبني للنت؟ ما تشوفني قاعد اتكلم؟ نصرف عليهم احنا؟ روح الجمعية وخربط اياهم. وش هالكلام سمير؟ احترم اهتماماتي مثل ما انا محترم اهتماماتك. نعم نعم احترم نفسك، انت تكلم اخوك الكبير لبراذر. ثانيا عندك اعتراض يعني؟ وثالثا منو ركب الشبكة في البيت؟ ورابعا حتى الباسبورت باسمي. لو سمحت يا اخوي يا البراذر قوم شغل لي النت، خلنا اكمل اشغالي. ما بشغله. تبي قوم شغله انت؟ والله هذا مشكلة. هلا وسهلا. اهلا ومرحبا، اعتذر منكم، انقطع عندي وصار عندي خلل في مشكلة في الانترنت. قول قول. قطع اخوي لانه متضايق من هالهرار. والاخير وياك يعني لازم تبي تحرجين قدام الجماعة؟ ما تبي تكسر الشر؟ قوم روح شوف لك مكان ثاني مارس فيه دورك الاجتماعي الديني. اطرد الشيطان واستهدب الله وخلي الامور تمشي على خير ان شاء الله. اي خدمة ثانية؟ الو. هلا هلا الهاشمي. هلا برادر. هذا الموقع. وين البابا؟ داخل. مرحبا وياكم البرادر، واليوم جايينكم ونبتدي اللايف وعندنا قصة مثيرة. اليوم نبتدي بهذا المكان، من مكان أليم ويحمل معاناة مع هذا الرجل المسكين. جايين نزور هذا الرجل الفقير اللي ما عنده أمل في الحياة ومعتمد على الله ثم علينا وعليكم يا متابعين البرادرز. خلاص يا متابعيني احنا نوصل لهذا المشهد، هذا مشهد أليم، انا ما انا قادر اكمل اياه. لا لا ما انا قادر. لا اعطيك العافية حجي. هاشمي سمير الغالي جاهز؟ اي جاهز الحين دقايق ونجبه. يعطيش العافية. الله يعافيك يا ابو سمير. اللي بقول ليش رجع سمير لو بعده؟ لحين ما رجع، يقول عنده فعالية جديدة. اي ما ينغلف في الحريج، الفعاليات لعبته. تعبنا وياه وش نسوي فيه؟ هل برادر مدوخن صق مرز. المهم نبتدي موضوعنا الثاني. في بعض الأحيان الجمعيات الخيرية تسوي فعاليات اجتماعية، وإحنا من واجبنا أن احنا ندعمهم في الإعلام وفي السوشيال ميديا. ولازم نعرف شغلة، إذا اشتغلنا احنا في العمل الخيري أولها التفاهم. التفاهم يكون أن احنا نتنازل لبعض عشان استمرارية العمل. وثانيا احنا لازم نعرف أن جزء من وقتنا مو ملكنا، ملك الناس، ولازم نصبر عليه. وثالثا مو كل شيء ننشره في العمل الخيري، احنا لازم نحاسب لهذه الشغلة. جهز كل شيء، حتى الهدايا موجودة. خليك جاهز برادر. مفهوم مفهوم. اهني جاهل حماس برادر. مو بس قلام. يلا يا حلوين وبنبتدي الحين فعاليات السعادة. شخباركم وش علومكم؟ اليوم وياكم وبين شوارعكم لنشر السعادة في وجوهكم البائسة. ايه اعرف كنت برادر. لا ما اعرف.
شرايك حبيبي اتعلم صاحبك حسابنا ان شاء الله، بس هو ما عنده تلفون. ما عليه، لين يصير عندك تلفون، لكن الحين بنوزع عليكم الهدايا. احمدي جيب لهم هدايا يستاهلون. يستاهلون يستاهلون الحبايب. شوفوا شوفوا وياي هالوجوه البريئة، أحلى هدايا نقدمها لهم هي السعادة، الابتسامة. ويلا يا حلوين أبيكم اليوم بصوت واحد بصوت واحد تقولون عاش براذر عاش عاش براذر. ولا تنسون تنشرون الحساب. تمام. هلو، وهذه من ضمن فعاليات السعادة. وعافية على الأبطال، ولا تنسون تنشرون الحساب. تمام. ومن ضمن فعاليات السعادة اليوم ننشر السعادة بينكم، ومو بس كلام، واليوم أنا السعيد باستضافة الفنان القدير أبو عيسى. أهلا وسهلا فيكم إخواننا ومتابعينا ومتابعين البرادر، وحياك يا البرادر في بيتنا. وأقول لكم أخونا وعزيزنا البرادر يستاهل الدعم، لأن اللي قاعد يسويه دائما هو في شغلة البهجة والسعادة للجميع. وتشكر يا فنان القدير على هذا الدعم. حاضرين لك ثم حاضرين لك يا البرادر. هلو يا أحلى متابعين، موعدنا وياكم الليلة عشان تعرفون أحلى مفاجأة. دشوا اللايف. مليون مو بس قلام. صديقتي الجميلة الغالية، شوفوا شوفوا يا بنات، هذه اللي تسوي المضغوط. واو يلا ها، افتكيت من ولدي سمير وجاية لي هذه بعد مآدة. لو سمحتين من اليوم اسمي عاشقة الورود. أقول خل نلحق على السوق يا عاشقة الورود، وخلها ريجش لبعدين. أكردت علي يوم علي تقولش يلا برزي المضغوط. قولي لها إذا ركب صابر السيكل بعدين بسوي لها مضغوط. يو أكيد تضحك وتقول مستحيل نحصل المضغوط. اي والله صادقة. يلا خليها رجلة بعدين. سمير جاني البيت يطلب مني هني الدعم والمساندة، وطلب مني أني أكلم الفنانين يساندوني، لكن ما توقعت أنه يرد طلبي. يا أبو عيسى هالأيام اتوقع منهم كل شيء. صدقت والله، أنا طلبت منه ينشر هذا الخبر في حسابه علشان يدعم الديرة والمجتمع، لكن خيب ظني. والله هالأشكال لا يهمها المجتمع ولا همك الله، إذا بداية ظهورهم على أكتاف الناس ما هم مع الناس. للأسف طلع مو برادر. ما شاء الله حين انت يعني متأثر، لو بس قلام طلعوا ذلين اللي هو منطقة برادر مو قده، بس كلام مو بس قلام.
ألوان هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان كل صفحة قدر ترسم لك صور بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان إذا يروي الدهر حكايات السماء تلاقي بكل سطر هاي الدنيا ألوان القصة أثار تمهل في النظار تأمل في العبار هاي الدنيا ألوان سمعك والبصر في ليل السحر لك يضوي القمر هاي الدنيا ألوان.